اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الاخير من الحلقه. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشه معنا كابتن خالد القروني والاستاذ عوض رجع لهم ضيف الحلقه. فقرتنا اليوميه بين قوسين ثابت المناهج. في فقرة بين قوسين لهذه الحلقة اخترنا لكم مقالة الكاتب نايف هزازي بصحيفة عكاظ والتي حملت عنوان أمنيتي، حيث بدأ الكاتب مقالته بالعبارات التالية: أذعنت لطلب فنون الرياضة في عكاظ الكتابة لقراء هذا الصرح، وإيقنت أني أمام مواجهة صعبة لا تقل عن لقاءات الكرة، وظني أني سأكون مقصرا في تسطير المقال، فالاستهلال يتطلب الحضور الصحفي لأن نقد ما يكتب يختلف عن جهد الميدان. وفي العموم أعلم أن القارئ يود معرفة مقدار الهمة في لاعبي المنتخب للموقعة المقبلة في ملبورن أمام الكنغر الأسترالي، وذكر هذا المنتخب يذكرني بلقاء الذهب الذي خسرناه بأخطاء بدائية للغاية، وبات همي ولاعبي الأخضر أن نكون في أوج قوتنا ظهيرة 29 من فبراير الجاري، لأن هناك دينا نسعى لاسترداده من الأستراليين. وأتذكر أن إصابتي أمام الهلال في أواخر الشهر الماضي في تصفيات كأس ولي العهد أقلقتني بشدة، وخشيت قبل الاطمئنان عليها أن تعيق تواجدي أمام الأستراليين لأكون معينا لزملائي في تجاوز هذه المحطة المفصلية. سبقت الزمن وركنت إلى السكينة وانتظار ما سيكون عليه الحال، ولم أتعجل اللعب مع فريقي الاتحاد، وتواصلت مع طبيبي بشكل دقيق للغاية خوفا من أي مضاعفات أو مفاجآت غير سارة في مشوار عودة العاجلة للملعب. وأضاف الكاتب: وما يزيد ثقتي في الانتصار إن شاء الله أن منتخبنا سيدخل لقاء أستراليا بقوة غير مسبوقة وروح متوثبة. فلم يهدأ هاتفي يرد على استفسارات زملائي لاعبي المنتخب منذ إصابتي الأخيرة، والتحفيز متواصل بيننا حول هذا اللقاء منذ أن توقفنا بعد لقاء عمان الأخير في الرياض الذي انتهى سلبيا. ودون ما إطالة أو تسويف أقدم المشيئة وندعمها بعزائم الرجال أن نعود إلى الرياض ببطاقة التأهل إلى التصفيات النهائية، لأننا سئمنا أن نشاهد جماهيرنا غاضبة أو قلقة، ولكنها الكرة، ولكننا نعدها أن نكون عند الوعد وعليهم الدعاء، والتوفيق بيد الله. خلينا نشوف عناوين صحافة الصباح. في صحيفة اليوم: مشاكل أمنية في طهران تهدد بإلغاء مباراة الاتفاق والاستقلال. في الحياة: طائرة خاصة تؤجل مغادرة الاتفاق إلى إيران. والسد يربك معسكر النصر، وما ترانا يمنح مالك وهوساوي فرصة أخيرة. في عكاظ: الاتحاد يشتعل عقب الخسارة 9 في دوري زين. في البلاد: وفد لشبونة يشيد بأكاديمية الأهلي، والدعجالي يحتفل بالفرسان. في المدينة: الأخضر إلى أستراليا دون القحطاني والسالم والبيشي والشهري. إسباني يرأس اللجنة الفنية للمنتخبات السعودية. هذه عناوين صحافة الصباح. نشوف ضيوف حلقة الغد. عبد العزيز الهدلق رئيس القسم الرياضي بصحيفة الجزيرة، وعلي الزهراني رئيس علي الزهراني كاتب الصحف والنقد الرياضي المعروف بصحيفة الرياضية. أستاذ خالد شكرا جزيلا لك، شكرا لوجودك معنا، شكرا لآرائك، نتمنى لك التوفيق مع المنتخب السعودي. شكرا لك أستاذ. أستاذ عوض شكرا جزيلا لك، نشكر وجودك معنا. راح أكلمك بكرة أخذ منك موضوع التصنيف في الفيفا إن شاء الله وأنت طيب. بس أنا كان لي تعليق على اللجنة الفنية. اللجنة الفنية أنا قرأت الأسماء اليوم، يعني كنت أتمنى وجود لاعبين سعوديين في هذه اللجنة مخضرمين. يعني تاريخ الكرة السعودية كان بأسماء، يعني أنا ما بدي أبالغ وأقول أساطير، ولكن كانوا لاعبين مميزين على مستوى المنتخب وعلى مستوى أنديتهم. المفروض في كل العالم اللجان اللي مثل هذه يكونوا أسماء لامعة سابقة
في هذه المنتخبات يعني كابتن ماجد عبد الله، فهد الهريفي، خالد مسعد، سعيد العويران، فؤاد انور، صالح خليفه، مجموعه من اللاعبين، ممكن ما تحضرني بعض الاسماء، ولكن هذا شيء معروف في كل الدنيا انه مثل هذه اللجان لابد يكونوا لاعبين من نفس البيئه، ربما ما يكونوا اكاديميين ولكن لاعبين عاشوا مناخ الانديه، عاشوا مناخ المنتخبات، عاشوا هذا المناخ. اتمنى انه نجد اسماء، يعني الاسماء ما فيها الا الكابتن عبد اللطيف الحسيني والاخ المصيليخ، يعني مع احترامي وحبي وتقديري لهم كمدربين او كاداري او كاكاديمي، ولكن اين اللاعبين؟ اللاعبين اللي هم جزء من هذه المنظومه الرياضيه السعوديه. شكرا لك استاذ عوض. موعدنا غدا ان شاء الله 11:30 في امان الله.